بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة إدارة الفنادق، محاضرتنا الأولى في الإعلام السياحي عن مفهوم الاتصال وتعريفه. طبعا ظهر مفهوم الاتصال مع ظهور الإنسان، وطبعا بدأ يتطور ويتطور الحضارات الإنسانية عبر الزمن. لم يقتصر التطور على الشكل، وإنما كان أيضا يشمل الغايات والمضمون، وطرحت مفاهيم عديدة عن معنى الاتصال، وكان حسب المدارس العلمية والفكرية للباحثين بهذا المجال. على المستوى العلمي والبحثي نجد أن هناك مدخلين لتعريف الاتصال. الأول، ينظر للاتصال بأنه نقول هو عملية يقوم بها طرف أول، وهو المرسل بإرسال رسالة إلى الطرف المقابل اللي هو المستقبل، ليحدث أثر معين على متلقي الرسالة. في المدخل الأول يهدف هنا إلى تعريف المراحل اللي يمر بها الاتصال، يدرس كل مرحلة من هالمراحل وهدفها وتأثيرها على عملية الاتصال كل على حدة. المدخل الثاني اللي هو يشوف الاتصال أنه يقوم على تبادل المعاني الموجودة في الرسائل، ومن خلاله يتفاعل الأفراد من ذوي الثقافات المختلفة حتى يتحن الفرصة يوصلون توصيل المعنى وفهم الرسالة. مفهوم الاتصال هو لغة يعود أصلها لكلمة communication، اللي هي أصلا مشتقة من كلمة communics أي العام أو المشترك. فالفرد حين يتصل بالآخر رح يهدف إلى أن يوصل إلى اتفاق عام أو وحدة فكر بسبب موضوع الاتصال. الاتصال باللغة العربية يعني المعنى الصلة والعلاقة في بلوغ هدف معين. ويعرف أيضا الاتصال بأنه العملية اللي يتم بمقتضاها تكوين علاقات بين أعضاء الجماعة والمجتمع، وتبادل الأفكار والمعلومات بينهم من أجل تحقيق أهداف معينة للفرد أو الجماعة والمجتمع. أي يعني يكون طبعا نوع العلاقة بين الأفراد والأفكار والمعلومات والأهداف. فهنا حتى يمكن تعريف نوعية الاتصال رح يكون من حيث خصائص الاتصال، أما يكون تربوي أو تعليمي، إداري، اجتماعي، إعلامي، ثقافي إلى آخره. أي نوع من هاي الأنواع اللي ترتبط بنوعية مضمون أو محتوى الاتصال اللي هي الأفكار والمعلومات أو أهدافه. طلبتنا الأعزاء، يتم الآن الانتهاء من ملخص محاضرتنا الأولى، مثل ما عودناكم أن نرسل ملخص المحاضرة بعد الانتهاء من محاضرتنا الأساسية الأسبوعية ضمن الجدول الأسبوعي للقسم على برنامج جوجل ميت، وشكرا.